WHO advised patients on non-drug treatments, خاصة patients that cannot take medications. First, relaxation therapies. نحاول يعمل relaxation لحتى يتخلص من الهدك. Physiotherapy, خاصة عند physiotherapist يعني. Acupuncture, اللي هو الوخز أو الإبر الصينية. Transcutaneous electrical nerve stimulation, هون برضو بده يكون في عند حدا متخصص. Herbals, أوكي من الهيربس اللي ممكن ناخدها اللي هي الفيفر فيو. اللاتين نيم تبعها تنسيتام بارثينيوم أو كريزانثيمم بارثينيوم أو ماتريكاريا بارثينيوم. زي ما انتم شايفين هي نوع بيشبه الكامومايل بشكل كبير وبيستخدموه عادة. حتى الـ NCCIH الـ organization هاي بتوصي فيه لحتى نستخدمه في المايجرين أتاكس. كمان ريفلكسولوجي كولد باكس دنتال تريتمنت وسبكتاكلز. يعني إذا كان في عندي مشاكل بالأسنان ممكن يكون سبب من أسباب الهدك، فبالتالي لما أعالجها بتخلص منه. سبكتاكلز النظارات وغيرها برضو. ألم العيون من الأشياء اللي بتأدي إلى الهدك. طبعا other surgical procedures في حالات إذا كان في عندي مشاكل في الفيس and neck بقدر إني ممكن برضو مثلا تعرضت لبرد شديد ممكن يسبب لي headache بتخلص منه بإني أدفي نفسي. ممكن تعرضت لحرارة شديدة ممكن أقعد في مكان بارد ما هو كويس بتخلص من headache. ففي أسباب في headache، مثلا ممكن أشرب شاي مثلا herbal tea، الشاي نعناع whatever من الأعشاب يريح لي صداعي، بالتالي بمشي مع هذا الثيرابي. ممكن أنام، ممكن أرتاح، ممكن أعمل مساج، ممكن ريلاكسيشن أسمع مثلا إشي هادي هيك، أمشي مشي مثلا مسافة مثلا معينة أتخلص من الاسترس. كلها من الأشياء اللي بتساعد في المايجرين أو في الهيدك إن جنرال، وبالتالي بتخفف من يعني بقدر إني أتخلص من الهيدك without prescription drugs or without drugs. Medical management of acute migraine. فعليا drug intervention رح نعطي analgesics. وهدول analgesics could be taken with antiemetics if needed. خاصة إذا كان عندي هذا إني أنا عندي مثلا ممكن يكون في emesis أو حتى بدون emesis. Sometimes the antiemetics بنعطوا مع الانسيدز أو مع الانالجيسكس to enhance their effect. من الانالجيسكس السلسلسليك أسيد 900-1000 ميليغرام، ايبوبروفين 400-800 ميليغرام، ديكلوفيناك إيبوبروفين نابروكسين وبارستمول up to 1000 ميليغرام. بصراحة احنا بفضل دايما البارستمول نبلش فيه أول، ما زبط ممكن ننتقل للانسيدز. Second line في التريتمنت of migraine اللي هم التريبتانز. التريبتانز تم تحويلهم من prescription ل non-prescription drugs such as الموبتريبتان إليتريبتان. بس فعليا مريض المايجرين عادة بيكون راح عند الطبيب وتشخص انه عنده مايجرين، وبالتالي بنقدر نعطيه هاي الأدوية بناء على انه الطبيب مشى عليها، لانه اغلب المايجرينز بيروحوا بالانسيدز. طبعا في عندنا الارجوتامين. الارجوتامين is a prescription drug. طبعا التريبتانز must not be taken for more than 10 days per month، لأنه sometimes overuse of medications هو اللي بيعمل هيدك. طبعا في عنا supplements such as magnesium supplements خاصة للناس اللي بيكون في عندهم هيدك مستمر. ممكن يكون في أو يعني من التستس اللي انعملت إنه أغلب الناس اللي بيكون عندهم الهيدك خاصة من of migraine type بيكون في عندهم lower than normal migraine magnesium levels. فعشان هيك المغنيسيوم supplements could be given. B12 ريبوفلافين B complex vitamin Q10 vitamin أو الكيوتين coenzyme 10 اللي موجود بالصيدليات برضو من الأشياء اللي ممكن تخفف.
ففي هدول يعني ميجرز نون ميديكال نون نون دراج ابروتش. نحصد فيزياء بعد هاي والله ماما انا كتست احب الفيزياء بعرفش ليه كويس حبي والله جد يعني زي ما انتو بتقولوا دايما المسألة دخل في ان الواحد يحب المادة او لا طبعا ولا انا ما كنت افكر انه لا انه انا مثلا بحب طلع جد هذا الحكي انا ما بدي زي هيك ما بدنا نفطر هيك احنا بدنا بسكوت بسكوت هذا دايجستيف خلاص خلاص بدنا انا بدي اسجل برودكت ليبلينج كوشنز اوكي از فور نعطيهم